اهلا بيكم معانا من الفاصل دلوقتي بقى هنتكلم عن اليوجا وعلاقتها بالتشافي. هل هي فعلا في علاقه ما بين اليوجا ان الواحد يقدر يخف في حاجات نفسيه مش شرط عضويه؟ احنا معانا النهارده روضه محمد مدربه يوجا. اهلا بيكي نوراني. سالي شكرا والله حياتي. هي كانت معانا قبل كده والحقيقه اتعلمنا منها حاجات كتير. فالنهارده بقى هنخش في نقطه النفسيه. هل او بصي انت قولي لنا من الاول تاني سريعا للناس اللي اول مره تتفرج يعني ايه يوجا بس باختصار عشان أوكي. نلحق عشان ايه الناس فاهمه دايما يوجا نوع عاملين كده. لا اشرحي لنا بقى يعني ايه يوجا. اوكي سو اليوجا اصلا كاسم اللي هي يوجا دي معناها بالعربي الوحده والاتحاد. اتحاد بين ثلاث حاجات الجسد والعقل والروح. لما بنعمل يوجا كل الحاجات دي بتكون ماشيه مع بعض من خلال النفس ومن خلال الحركه اللي بعملها في اليوجا الموفمنتس بتاعتي. فانا مش بكون بس قاعده كده بتامل، دي فكره ناس كتيره. بالعكس اليوجا فيها حركات كتيره بعملها. في حاجات اكيد بتبقى لذيذه جدا وسهله مناسبه للمبتدئين، وفي حاجات كل ما بزود اكتر في البراكتس بتاعي الليفل بتاعي بيتحسن فبقدر اعمل حاجات اكتر بكتير في اليوجا. فكفيزيكال براكتس هي جميله جدا ولذيذه قوي، بتغني عن حاجات كتيره. فعشان كده الناس حبت في الفتره الاخيره ان اليوجا يدخلوها في الروتين بتاعهم من خلال الصحه النفسيه والجسديه مع بعض. هل اليوجا بيغني عن الدكتور النفسي؟ لا، لكن لما حد بيروح للثيرابيست والثيرابيست دايما بيرشح لي ان هو يعمل يوجا ويعمل مديتيشن التامل. لكن ان انا اروح لدكتور نفسي بس هيقول لي اعملي يوجا، لازم يكون في رياضه. دايما بيجي ناس يقول لي انا دكتور ريكومندد عليا ان انا اعمل يوجا سبيشالي يوجا. تمام، يعني كمساعد للعلاج النفسي. بالظبط. طيب خلينا نفهم بقى اكتر، لما حد يحصل له تروما صدمه هل اليوجا من الحاجات اللي بتساعد في الخروج من التروما ازاي بقى؟ بالظبط، لما حد بيكون عنده تروما بعد صدمه او مر بمشاكل عاطفيه او نفسيه وات ايفر بيبقى عنده زي ارق، صعوبة في النوم، مشاكل عامة في حياته، حاسس انه شايف كل حاجة نيجاتيف، مشاكل كتيرة بتحصل، كل الكلام ده. اليوجا بقى وقتها هنا انها تخليكي تركزي على حياتك انت، نفسك، النفس بتاعك. لما بتكوني في يوجا براكتس، وده هيفهموا قوي الناس فعلا اللي جربوا يوجا، فعشان كده لازم بجد الناس كلها تجرب، وبرضه هنجرب النهاردة اكتر من موفمنت. انه انا لما بكون في يوجا بوز ببدأ اركز على نفسي والحركه بتاعتي، هل هي مظبوطه ولا لا، الالاينمنت بتاعي، حد بيكون هناك بيساعدني، فاهمه قصدي؟ المديتيشن كمان بيساعد جدا في الوقت ده، بحس ان انا اكتر في بيس اوف مايند، سلام نفسي اكتر مع حياتي النفسيه وحياتي الجسديه. فببدا ان انا بدل ما افكر في مشاكلي وافكر في الشخص مثلا اللي عمل لي مشكله او اضطراب، ببدا ان انا انقل التفكير ده كله والتركيز على نفسي ان انا احسن حياتي اكتر انها تكون ايجابيه. حلو قوي. طيب ده بياخد وقت قد ايه؟ يعني لما الواحد يجي يعمل يعني يخش سيشنز يوجا، ايوه، بياخد وقت قد ايه عشان فعلا الواحد يقدر يخش في حته تشافي، سواء بقى من انفصال سواء من اي تروما حصلت، بتاخد تقريبا وقت قد ايه؟ بصي هي بتختلف من شخص للتاني، فكل شخص على حسب المشكله بتاعته كانت قد ايه. في ناس عندهم الصدمه بتكون روتد من جوه من زمان قوي من وقت الطفوله، وفي ناس مثلا حصل لهم حاجه ريليشن شيب مشكله فتقدر انها مثلا تهيل اسرع. يعني بتختلف من شخص للتاني، لكن اكيد مش من اول مره. لكن الناس لما بتيجي مثلا تجرب الكلاس مره تانية يقولوا لي انا حاسه ان انا اكتر مرتاحه، احسن مع نفسي، علاقتي بتتحسن. ومش بس علاقتها بتتحسن مع نفسها، علاقتها بتتحسن مع الناس اللي حواليها، بتعرف بعد كده تنقي ريليشن شيبس اذا كانت صحاب او ارتباط بطريقه احسن. علاقتها مع الاكل بتتحسن، لان الاضطراب مش بس بيأثر عليكي ايموشنالي، بيأثر عليكي فيزيكلي، بتخلي طريقه اكلك ممكن تبقى متلخبطه مش زي الاول. فكل حاجه كده بتبدا تتظبط في حياتك، فبتعملي لايف ستايل صحي everything يعني. حلو قوي. طب ايه بقى التمارين المناسبه في الحاله دي؟ في الحاله دي بتركز اكتر على حاجتين. اول حاجه تمرين التنفس. تمرين التنفس من اكتر الحاجات اللي بتكلم المايند جدا وبتخلي الجهاز العصبي عندك يبقى هادي اكتر. ممكن برضو نجرب واحده النهارده if you want. يا ريت. ممكن نجربها لو تنفع في مكانك كده. يبقى ياريت. ممكن نجربها دلوقتي. يلا بينا. هنخلي ايد على بطننا وايد على منطقه التشست هنا. اللي هنعمله ان احنا هنركز على ثلاث مناطق واحنا بنتنفس، اسمه 3 part breath. اول حاجه البطن، بعد كده الريب كيج اللي هو عند الحجاب الحاجز، وبعد كده التشست. وانا باخد النفس بطني
الريب كيج الشست وانا بطلع النفس الشست بعد كده ريب كيج بعد كده بطني بريلاكس دم. فممكن نجرب نبدا الاول هاخد نفس وهاكسباند بطني لبره واحس ببطني وهي بتزق ايدي لبره بعد كده الشست والريب كيج وانا بطلع النفس الشست بعد كده ريب كيج بعد كده بطني بريلاكس مره كمان انهال ناخد نفس احس ببطني والريب كيج والشست اكسيل اطلع النفس الشست بعد كده والريب كيج وبطني بريلاكس لجو. ده نجرب نعمله لك 5 مرات مثلا مفيد قوي قوي فخمس مرات لعشر مرات هيفرق جدا يخلي الجهاز العصبي يهدى يريلاكس وكمان بدأ أركز في نفسي لأن احنا بنكون قاعدين أنا مش مركزة هل نفسي ديب ولونج ولا لأ معظمنا النفس عندنا قصير وسريع كده وشالو قوي من جوه مش ديب زي ما احنا بنكون محتاجين ده في الفيزيكال براكتس بتاع اليوجا. ده بنعمله كم مره مثلا؟ البريث تكنيك ده بنعمله من 5 لـ10 مرات وكل مثلا 3 أو 4 مرات في الاسبوع وحتى لو كل يوم يعني مفيده جدا بس للناس اللي عندهم بيزي سكادجول مش لاقيين وقت 5 دقايق في يومكم هتفرق كتير قوي. تمام هل في تمرين تاني ممكن نشوفه؟ ممكن بقى نعمل يوجا فيزيكال براكتسز. اوكي فمثلا هنعمل دلوقتي نيك ستريتش هخلي ايدي اليمين عند الناحيه الشمال من عند خدي كده وهاكستند ذراعي الشمال لبره كده. ده ممكن نعمله واحنا كلنا قاعدين بنتفرج دلوقتي على التلفزيون وهنفضل هنا لنفسين مثلا وهنبدا نحس بستريتش هنا في السايد اوف ذا نيك. بعد كده هنعكس السايدز وهنحط الايد الشمال عند الناحيه اليمين من الخد ودراعي اليمين هيكون مفرود لبره وابدا احس بستريتش هنا في النك في الرقبه وفي الذراع من جوه. تمام دي لذيذه جدا. اصلا ان انا اصحى من النوم واعمل ستريتش ده هيفرق جدا في رقبتي. الناس اللي بتقعد فتره طويله على الكنبه او الكرسي او قاعدين على اللابتوب ظهر مع الوقت بيبدا ان هو يوجعنا الكتاف بتبدا تطلع لقدام كل ما بنكبر في السن فمهم قوي ان انا لو انكلودد الحاجات دي في البراكتس بتاعي هتفرق جامد جدا. كمان حاجه تانية ان انا هجيب دراعتي الاثنين هيكونوا بندنج زي كده وهبدا ان انا اقرب ايديا الاثنين يكونوا لازقين في بعض زي كده هاخد نفس وهاوبن ماي ارمز هاكسهيل وهكلوز ماي ارمز توجذر مره كمان هناخد نفس وهفتح دراعتي وهطلع النفس وبقفل دراعتي نفس الحاجة دي ممكن نعملها 5 لـ10 مرات برضو. دي هتفرق قوي في ايه؟ تفرق في وضعية الجسم زي ما قلتلك القعدة على اللابتوب او الكمبيوتر والشغل مثلا الناس اللي بتشتغل فترة طويلة الظهر بيبدأ يعمل كده احنا بنعملها عشان نعدل وضعية الجسم نعدل وضعية الظهر فدي برضو ناس كتير قوي بتبدأ تسألني عليها. لا بجد بتفرق يعني بالذات اخر تمرين حاسه كده بانرجي فلو. أيوة تاني ايوه بالظبط الانرجي بتفلو في جسمنا كله. لا فعلا بالظبط. وكمان حاجه تانية ممكن يكون زي ما احنا برضو قاعدين على الكرسي قاعده على المكتب بتاعي بشتغل وعايزه اخد بريك اخد بالي من جسمي شويه وممكن استريتش ظهري انه انا هخلي مثلا ايدي اليمين تكون ورا وايدي الشمال على ركبتي وباخد زي تويست بسيطه للناحيه اليمين كده وكأني عايزة ابص ورايا او ابص ورا كتفي وبعد كده برجع تاني وهعمل نفس الحاجة للناحية التانية. انا هنا بتوست عندي اللور باك اللي هو اسفل الظهر عندي فبتبقى لذيذة جدا لو انا قاعدة فترة طويلة على المكتب هتفرق قوي. انتوا مش متخيلين يا جماعة بجد شوية النصايح اللي هي بتقولها دي مهمة ازاي. يعني عايزه اقول لكم كم الناس اللي بتشتغل على اللابتوبس رهيبه بالزبط. رهيبه خصوصا من بعد كورونا كمان ناس كتير قوي بتشتغل ريموتلي يعني بيشتغلوا من البيت او حتى في المكتب قاعدين دايما قدام اللابتوب فالقعده انا اعرف ناس بجد بجد عندها اصابات خلاص يعني صح. ابديه بيضطروا انهم ياخدوا علاج طبيعي لان قعدتهم اللي بقالها سنين غلط خلتهم بقوا خلاص عندهم مشاكل في ضهرهم رهيبه. فالحاجات دي لو ركزنا فيها للناس اللي بتشتغل واللي اتفرج يا ريت لو عارفين حد بيشتغل قاعد على اللابتوب على طول قولوا له او خليه يتفرج على الفقره دي تاني. تمام شويه التمارين دي هتفرق جدا. صح جدا جدا. معانا تليفون مدام اماني. اهلا 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 سلام عليكم. اهلا اهلا ماما اهلا وسهلا زي حضرتك منورانا. ح
حبيبتي حبيبتي ميرسي يا سالي، بتشدي حياتي، ميرسي خالص. طبعا انت منوره البرنامج يا سالي زي القمر طول عمرك ما شاء الله يعني. حبيبه قلبي وروضه حبيبه ماما، انا فخوره بيكي جدا بجد. روضه ما شاء الله عليها، ربنا يحميها ما شاء الله. جميله هي عرفت الطريق بتاعها وابتدت فيه من اي تو زد، وبتشتغل على نفسها دايما كتير، وبصراحه انا فخوره بيها وحقيقي بجد والله عن تجربه فعلا. التمارين بالذات بتاعت الرقبه دي، هي عارفه ان عندي مشكله وخشونه في الرقبه، فانا ما اشتكت لها ورحت لكذا دكتور، هي عملت معايا كذا تمرين، مش عايزه اقول لكم والله فعلا ارتحت وفعلا بقيت كويسه جدا. وهي عارفه الكلام ده، بس لما عملت معايا اليوجا في تمارين الرقبه كذا مره فعلا الحمد لله الدنيا بقت احسن كتير. طب هايل. انا كنت لسه عايزه اسال حضرتك، هي بتطبق عليكي ولا لا؟ حضرتك قلتي على طول. طب ده شيء ممتاز، حضرتك منورانا حبيبتي، تسلمي. شكرا يا حبيبتي. حبيبتي ميرسي، شكرا على المكالمه الحلوه. خلينا بقى نتكلم عن نكمل بقى عن اليوجا والحاجات النفسيه. امتى يبقى خطر علينا حركه معينه؟ اليوجا مش خطيره خالص الا لو اتمارست بطريقه غلط. يعني مثلا انا حد عندي اصابه، تمام، كنت مثلا بلعب رياضه اكس فعايزه اعمل يوجا عشان تاهلني شويه ان جسمي يبقى احسن، او عندي اصابه عامه مش من غير اي رياضه، ودخلت على اليوتيوب او دخلت كده من غير ما اسال حد اكسبيرت، حد بروفيشنال، انا دي تنفع ليا ولا لا، فممكن اعملها فتاثر عليا غلط اكتر وما تفيدنيش ساعتها، بس تبقى الموضوع ده خطر على جسمي. لكن غير كده هي اي حد فعلا يقدر يعملها. يعني واحنا قاعدين عملنا حرفيا تشير يوجا، اليوجا اللي عملناها دي اسمها تشير يوجا، ويوجا على الكرسي يعني. يعني اي ندرس. حد اي سن يقدر يعمل، اي سن، كل الناس من صغير للسينيورز اي حد يقدر يمارسها. اخر نصيحه بقى حابه تقوليها للمشاهدين؟ دي حاجه مهمه جدا، يلا. يا ريت بجد نبدا في اليوجا ونجرب ان احنا ندخلها في الروتين بتاعنا. مش لازم ان انا ادفع فلوس كتيره واروح جيم كبيره قوي واستوديو كبير، لا عادي تقدري تروحي اي مكان عادي قريب منك، او حتى ابدأي في البيت. احنا عاملين كده اصلا البرنامج هنا وجايه النهارده عشان تجربي ان انت تاخدي ستيب في اليوجا وكده، فجو فور ات وما تخافوش وما تحسوش ان انتوا مكسوفين، عشان في ناس كتير بييجوا كلاسز بيحسوا ان هم مكسوفين وكده، يعني ليت جو تماما، والتيتشر موجوده عشان تساعدكم وتجايد يو، ومش لازم تكوني 100% بيرفكت. بس يعني انا يعني بشكرك جدا على الكلام الحلو ده يا سيلي، وان شاء الله ناس كتير تستفاد منه ان شاء الله. انا مبسوطه قوي اني كنت معاكي النهارده حبيبتي. انا كمان جدا جدا. روحها جميله، شايفين الروح برده بتفرق جدا، اكيد الحاجات اللي بتعملها دي مخليها برده كده جميله يعني بزياده كمان. نورتيني. يا رب تكونوا استفدتوا، اشوفكم بكره ان شاء الله على من 4 ل 5. مع السلامه.